بشير عمي يا ابو صابونا عمي سم جنني ليلى ويلا ويا ليلى دار ليهم الصابونة عمي سم جنني ليلى ويا ليلى ليلى بين العشيرة عمي وراه صوبنهم عمي ليلى ويلا ويا ليلى. يا الله سيدي تبارك الله عليكم، نير على البشار كدير. البشار ضعيف أمام المال، يبيع الدمة ديالو، يبيع المبادئ ديالو، يقدر يدير أي حاجة. المصوبنين ابن العشيرة عمي شو مصوبني لله ويلا ويا ليلى ابن العشيرة عمي. تجمعوا بنات العشيرة ديال سلا والمخلفات ديال ابن العشيرة ديال مكناس، قاموا بالاختراق ديال واحد الكنان. يلاه جا وقال لك سيدي من بعد 30 تلت 30، يلاه قال لك سيدي بغاو يشكلوا لجنه ديال المكتب نقابه ما نقابه. مشاو عند ثلاثه النقابات اكس ايكغيك زد، والغريب في الامر ان النقابه اللي المفروض هي اللي تيأسوا دائما فيها لكان شي يديروا شي سته سبعه يتجمعوا ويمشوا يديروا تنسيقيه، يجلسوا تاني شي 6 شهور هذاك الشيء يحيدوا هذيك، سمعوا تاني شي اشاعه يحيدوا هذيك، يقلبوا يديروا تاني نهار 24 اللي فات داروا تنسيقيه اخرى تاني. وكنت نقول لكم بان هذا النوع ديال ابن عاشر عمي شو مصوبني ولله ولله ويا لله وحق لها مطلقك مصوت الوالدين. ابن العشيرة عمي شو مصبني لله ويا لله ويا ليلى ابن العشيرة عمي. ماشي خسارة في الزين كما كان يقول لي واحد الكني ما تاومش معاه، ترى ما كاينش عليه من تسلم، وقعت فيها نهار كي الضريبة وباقي به البلاء، تيشري جهنم كحله ولا تيشريها دروك، باغي تيشريها بالفلوس، شريها بالفلوس. المهم ساعة ما تخافوش عليا، يعني انا هاد الازلام هادو قجاوج عاشوره بالنسبه ليا، قجاوج عاشوره لان الامور حسمت كما قلت لكم. انا 29 طالعت النقابات الخمس الاكثر تمثيليه فضينا الهضرة، أعطاه واحد المذكرة فيها إيش مشتركة فيها الاقتراحات الآراء التصورات الملاحظات المقترحات سموهم ما شئت، حنا عارفين داكشي كيفاش. هادو راه ما عارفين والو، كل واحد فين وتيغيبوا بالشهور وبالظهور، كاين اللي تيمشي عند وتا ديك اللعيبة تيمشي حدي الفيلا ديال نسيبو ولا نسيبتو، كاين اللي تيسافر عند اللعيبه في ليه، وكل واحد فين شاد. وانا مخليني قال لك انا بحال ولا بغيت يديروني بحال شي كنيمه، عامين ونص كتر يوميا جالس تنضربو على هذا الملف، يوميا عرفنا بهذا الملف. من يسدوا عليهم النقابات وكل شيء جراو عليهم ودردكوا عليهم، مشيت انا تابع جميع النقابات وجميع الكتاب الوطنيين تعرفوني، ومشينا عندهم وفعلا كاين الرجوله فيه، وتتلقى النقابه احسن من الكنان. كانوا تيجروا عليهم تيقول لهم ما كاينش ما قبل 2012، تيجروا عليهم مش ما تيعقلوش عليهم. انا كنت ارفع دائما شرطة النصرية عالية لهذاك النقاب اللي كان تيجري عليهم تيمرمدهم، وكانوا تيبقاو فيا تنصحابو تيدير لهم، ولكن هو كان عارفهم شميت، كان عارفهم شميت. وفعلا صراحة قال لي
يعني راه ما كاينش شي حاجه مع قبل، يعني عطاني فرصه باش نمشي نقلب انا ذاك هادشي. راه في سيب يعني، راه كنا مشينا عنده مره في 2020 2019 2020 2020 او 2019 2020 2020 لو مو تروا كاع. وقالها لي صراحة، فتح لي المجال باش نمشي نقلب. ومن سبتمبر 2020 وحنا تنبنو في هذا الملف، تنبنوه في سرية تامة كيما الآن تنبنوه وغادي متبعينه في سرية تامة. أما هاد الكنان راه هادوك الفيديوهات اللي تنلوح هما اللي باش يدوروا هذيك الخبيرة، فقط تيدوروا هذيك الخبيرة بهذاك الشيء اللي تنلوح. والله ما يعرف يكتب تا رسالة، وما يعرفش يكتب تا رسالة. وهذا اللي تيقول لك بأن راه الوزير غيفيق وين يفيق، ينعس ويفيق. قال لك يجي يقول لهم دوزوا لي هادوك، يدوزوهم صافي، حيدوا لي هادوك يحيدوهم، بحال الدنيا سايبة، بحال الدنيا وراه سايبة. ومتى يقول لك راه حنا درنا البرمجه ودرنا هذه ودار اتفاق ودار هما كاع ما كاينين في هذا العالم، قال لك راه غيدير لنا هو كيحيد لنا هذا من هنا ويدير هنا ويدوز بلا مرسوم بلا يديك بلا يخليك بلا، اجي يدوز اجي ودوز، ما يدير لا مرسوم ما يدير تعديل ما يدير حتى حاجه. قال لك اجي يقول لهم هذوك راه شيوخ، راهم كانوا شيوخ دوزوه، راه يدوزهم صافي، راه غيدوز. ما بغاش يدوزنا، قال لك راه ما بغاش يدوزنا، ما راه كون بغى يدوزنا راه يقول لهم دوزوا هذوك شويه راه يدوزهم صح. فضينا الجميع تيعلم حنا ملي تنهضرو ب ب ب ب بما ذاك بدلائل دامغه بحجج ماديه ملموسه. جميع المتماسات عندنا، بنينا المظلوميه هنا مع اليون تي ام سي المعالي الله يجازيه بخير الكاتب الاقليمي ديال اسا في حاضره المحيط المناضله، من هنا من مشى الملف هنا وحنا تنضربوا عليه. سي العادي لحسن جزاه الله خيرا اللي فصلت ليه تفصيل الملف حتى عرفوه وشربوا وترافع عليه باستماته وب يعني واحد 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 المهاره وبكفاءه، حتى اقنع انزازي سعيد اللي اعترف. ولولا الجداول ديال ضحايا الزنزانه التاسعه الماده 112 الذين تقاعدوا برسم السنوات من 2003 الى 2007 اللي خرجوا، ولدينا ما يفيد اللي يخرجوا لكم هذوك الجداول. كل وزير ما خرجوش ليه الجداول وشافوا من الله ما كان غادي يعترف بشي حاجه ما قبل 2012، بل اعترف ب 2003 من 2003 اللي تقاعد من 2003 لكلش النقابات. حنا هاد النقابه اللي هذا اللي جالسين دركا تيتشعب تيتشعبطوا فيه وبغاو يردوه، هو اللي جاب الربحه، هذا هو اللي جاب الربحه. وانا راه 52 دقيقه ميني كانوا داو ليه الملف تاو، جيت قلت خارج تاو تيهضر لهم على 31 12 وعطيته على ودني من تما ولا تيسد ذاك، مابقاش تيعرفني اون بيرسون، وعطيتو علاش يدور. انا تنعطيهم علاش يدوروا، ماشي بحالكم يا الخبور، ما تنخافوش حنا، ما تنخافو من تحت يا الخبور يا الخبور. وكان في الاخر هو تيدافع على الماليه، من قلت 2000 قال لك ما يمكنش 2012 2012 2012 فقط وانا ندور فيه. خلي انا عارفين ليستوريك ديالهم، عرفناهم ليستوريك، تاش بغيت تبين لي زعما تيبدا لك زعما تيبين تيدوخوا على البشر. اما هذاك الشيء حنا راه ما يجيبوش علينا، هادو اللي تيمارسوا زعما كاين المعارضه وتيدير وما باش يوصلوا الانتخابات وتيدوزوا على الدكاك على البشر ودازوا الانتخابات الثنائيه. الان كاين انتخابات ديال التعاضديه وجايين باغيين يلصقوا على هذا الملف وتيديروا في الكوانب. اجي نديروا لكم اللجنه، نديروا لكم اللجنه نهار 30 دعوه الله ما تتحشموش، وانتم نهار 11 انتهى الكلام، نهار 11 ماي، نهار 11 ماي سلمت المذكرات المجسده لاجراءات الاتفاق، يعني انتهى الكلام قبل المصادقه النهائيه، وتسلمت النظام الاساسي اللي فيه احنا راه عارفين اش فيه، رغم داك الشيء ما تنبغوش نقولوا فينا الرجوله، وهضروا على الادماج داخل الوظيفه العموميه. اين وظيفه عموميه كاينك تدوخ على النادم؟ فين كاين شي وظيفه عموميه؟ باقا شي وظيفه عموميه؟ اما الخبور هذاك الشيء اللي تندور انا هما اللي تعاودوا تاني يخرجوه،
شتا تعرفه؟ ما يعرف يكتبو تا، والله ما يعرف يكتب تا رسالة، رسالة ما يعرفش يكتبها إدارية، ما يعرفش لون الطيب ديالها. بقاو دركا يا غشي وحدين، شاد شي جروب دخلوه، ولا هذاك الجروب تيمشي مع واحد الكني مجراو عليه، الاخرين تاني كلشي جرى عليه، تيجي يقول لي داروا ومعينين اصاحبي. اما انا مشت انا نقابه عارفه كل شيء، عارفين كل شيء يا صاحبي، انتم عارفين كل شيء، عارفين بان نهار 11 ماي تسلمتوا المذكرات، وان هذا الاسبوع مقرر بانكم باش غادي راك سلمتوا المذكره الجوابيه اللي فيها الاقتراحات التصورات الى اخره الموحده بين جميع النقابات. ما داكشي علاش كنتو تهضروا وتقولوا التمسك التمسك بالخيار المؤسساتي، التمسك بالخيار المؤسساتي، وتفرخون يعني التنسيقيات واللجان داخل المقرات ديالكم. هذه هي الرجوله، هي الشجاعه. تبغوا تركبوا، انتم عندكم انتخابات ديال اللجان، ديال المناديب، ديال التعاضديه، وعوموا بحركم، انتم خرجوا بنادم ديري، خلي بنادم يدير. ترى علاش دركا ولات بزاف ديال هاد الهم كحل؟ من نهار اللي خرجت تسلموا المذكرات نهار 11 ماي بدات تاني يروجوا، النهار اللي سناو نهار 18 ثانيين وموقعين، وعارفهم علاش عارفينهم؟ عارفهم بن موسى، لان يعني جاب بن موسى ماشي واحد اخر، عارفهم عارف قاريهم كيفاش تيفكروا، عارفهم كيفاش تيفكروا، جاب لهم رئيس الحكومه كتفهم اتفاق مرحله نبداو من الاول ازيد. راكم ما سناش معاهم، كون راه جاو تل كون راه منين كون راه خلوا ليه كلشي، كون راه وقفوا ذاك الحوار وزادوا سلتهم كما داروا قبل، ويديروا ديك السياسه ديال اللي يديرها، ورغم الامتيازات ديالهم والمصالح ديالهم. الان راه كاين انتخابات، هذاك الشيء علاش ولاو ثاني تيلعبوا على ذاك، لان اسمهم متقاعدين تما عندهم الحق في التصويت لانهم منخرطين في التعاضدي وفي الكنوز، وراه ما يعقلوا عليكم. لولا السي انزازي والحاج منى والحاج الدكتور السي عبد العزيز من وجده، والسي عادلي من اعزل من هنا من اسف في حضيره المحيطه، ما كنتوا تشوفوا شي نمي بنادم، راه ماشي هو اللي عد اللي تتمد ليه، وكانوا تيتبحلسوا هذيك الساعه من يداروا رجعوه تاني من يجرى عليهم، وهما كانوا ديال القنيطره، من القنيطره ولاو يمشوا للمحمديه يدوا البن ويدوا سايكوك ويدوا معطاش ودوا الاربعيه والحديه، ورجعوا للفيديوهات قبل باش غيصوروا، ما تصوروا حتى الزفته حتى اللي دار راه دار، وجايين تبداو عليهم تاني بالصيغه الموحده، صيغه غير موحده، غير انا راه عارفين الامور كيفاش كاينه. تا قربت ينزلوا ان المراسم قربت، لي جايين قالوا لهم زيروا تجمعوا ديروا اللجنه، وشكون اختارقهم؟ اختارقوهم دوك النساء ديال 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 ديال, 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 ديال سلا ديال سلا تنعرفوهم، ديال سلا اللي كانوا مع 154 اللي كانوا داو داك ما بغيناش نقولوه، لانه كانوا شي واحد، لان شي واحد راجو دخلوهم معاهم هذاك المكتب، وراه خدامات كانوا خدامات في المركز، في المراكز تمايا في المراكز ديال الوزاره مصالح المركزيه، وهما اللي كانوا كتفوا لهم داك رافع المستوى الدول الوطني العام اللي فات، العام اللي فات مني تاني رونوها تاني لو 25 ماي 2019 2021 ملي كانوا جاو تاني فردكوا هذيك التنسيقيه وساقوا الاخبار بانهم رجع قال لهم هذاك خينا، راه هذا الشيء اللي كان قال لهم نيت اللي مكمل راه غيدوز، اللي مكملش ما غادي يدوش ما قبله. الان دوك النقابات هما اللي جايين دوك يديروا احد ماشي كلشي، احد غير جاده. والغريب في الامر هذاك اللي كانوا اللي تيدار لهم التنسيقيه اللي هما اللي وراه حداه في القنيطره اللي تيجلسوا في نفس الدار، كيفاش تجري عليه؟ عارف اش كاين، حنا عارفين اش كاين بلا ما نقولوها، ولاو ماشيين تال يضربوا التليفون للمحمديه، ولاو غاديين تال للمحمديه، وجايين اش قال لهم ديروا؟ منسق نقابي، والمنسق اودي النقابي، وقال لهم سيروا ديروا لجنه، ودار لهم لجنه المكتب، وسيروا سيرو قال لهم ولو عندكم علاقه بصحاب مكناس اللي عندهم مشكل مع الاصلاح المقياسي، ومدخلين معاهم شكون؟ لان الزريعه ديال هذاك اللي فرتك كلشي كاين في فاس، هو اللي تيسير هذا الهم كلشي، ومسخر شي وحده تجي من فاس وتيتجمعوا في سله، لان الكليك ديال العيالات هما اللي خدامين بيهم، هذيك تجي من فاس وتتقاد داكشي في سله، ومن سله تيجي قادوم، هما دخلوهم دركا ولاو تابعين ليهم، وجابوا شي كنانم هاد لي كارت ناس، وهما هادو كلهم عندهم المظلومية ديالهم سينين،
وهل الكنانم اللي جالسين تيديروا هما اصلا مسينين عندي مغزين مغيز ليهم انا قبال، وانا اللي دخلتهم البرلمان ومغيز ليهم قبال في المدرسه، عندي كل شيء مقاد ما نبينوش ليهم، ولكن كل شيء غيزتوا ليهم كل شيء، ما غادي ولا ما تقدروش عيانا انكم ما تعرفوش تخدموا اش كاين. درت لكم ان رابور ولد عمي ديتايي كرونولوجيكمون كرونولوجيكمون، وما غادي نقولوش لكم هنا دابا. ها هو شوف شحال من داك، ها هذا مسودات، ها كتبتهم لي كتبتهم مع صباح على حتم، يلا جيت ها شحال ديال الكرونولوجيا ديال الكفار بالله، بقى نزيدكم كرونولوجيكمون انا نعطيكم علاش الدور، وهذا الشيء راه كل شيء بالبروف، تفريغ ديال هذاك الشيء اللي كنتو تقولوا، تفريغ بموثق ما كاينش لعب، ما كاينش لعب ولد عمي معايا انا، مازال انا تنحن فيكم كنانم. الامور انتهت، وهما الملف كما قلنا حطيناه، يعني اول حاجه راه جا السي داك راه امزازي، راه حنا اللي مشيناه وديناهم لذاك في حق المرحوم فاش ديناهم، وباقي راه باقي لي كارد ديالهم لهم ديالهم كل شيء هذا المغرب، وتا كاين شي واحدين اللي داو ما عارفين حتى زفته، تيتجمعوا سته سبعه تيمشيو تما يديروا مكتب وقال ليكو وغيديروا ديال اللجنه ديال الغير مستكملين، وباقي المصادقه النهائيه كاع ما كاينه، وباقي اللوائح كاع ما خرجوا، وباقي المراسم كاع ما خرجوا، باقي التعج ما عرفوا، ولاو تيديروا لهم شي حاجه يعني استباقيه، لجنه استباقيه، وباش يشدوها هما شنو المشكل ديالهم؟ والمشكل ديالهم هو الانتخابات، راه الانتخابات ويغلفوهم بهذه المسائل، في التالي تيقولوا لهم صيفطوا لي كارت باش نصيفطوهم، هو غيصيفطوهم لهذاك اللي قال لك واحد، تيقولوا ليه ما عطاش قال لك الرئيس ديالو، وكل سنه 6 شهور قال لك تيدير حاجه، وكان بغاو يجوا نهار 29 فشلت عليهم، نهار واحد نهار 30 فشلت عليهم، ونهار 31 اللي مشاو الاخرين، لان علاش هذاك جرى عليه، هو اللي مالف تيدير ليه كل شيء، هو اللي كان تابعه وبحال خياله يتسخر ليه ويجيب ليه كل شيء، جرى عليه لان عرف فيه التخلويط، عرف بغا يدير ليه، لقينا ان هذاك هو اللي تيحافظ على سريه الجلسات، والاخر اللي تيدير خاوي في العامره، وهو اللي منوض هذه الروينه، هو اللي خرج نهار 24 يناير سنه وخرج تاني الاخرين ديال المقصيين وديال يشيل ديس، هو عارف هذاك الشيء راه غيتحل في النظام الاساسي الجديد، وجيب تاني الضحايا وهاد الخطره قال لهم ديروا ضحايا من ضحايا راه اليوم واقفين وغدا الى اخره، والان نهار 11 درك من نهار 11 تسلموا داك الشيء، تسلموا ديفينيتيفمون، بقاو غير لي روتوش، راه نتوما درتوا مذكره موحده وسلمتوا هذا الاسبوع قبل المصادقه النهائيه، حنا راه عارفين كلشي، ما بقى حتى حاجه دابا، داك الشيء اللي غيتنزل والمراسيم التعديليه غتنزل ديال المتقاعدين قبل ديال هاد الميل الضحايا، مين ساقوا الخبر ودوروا الخبيره لا ولاو جايين خارجين، ودرت لكم واحد عرفتي مناش بديتو لكم لا ماشي هادي ديال عفوا من لو 17 مارس باديهم، من لو 17 مارس ديس من لو 17 مارس من لو 17 مارس بديت انا معاهم بلا ما نديرو 17 مارس، هما كما قلت لكم درنا الملف من الجنه الاعتراف بعد الترافع ديال ابن مدينه اسا في حاضره المحيط، اعترف السيد الوزير ب 10200 يتقاعدوا من 2003 الى متى 2011، وقال لي ما لا 2002 2001 2000 الى اخره، يعني راه بناء وقال لك تبينتوا، اما النقابات مصالح الوزاريه ولا كل شيء قال لك قالوا لي من 2012 هذاك الملف طوى، اذا الاعتراف الرسمي وعدنا ما يوفيه،
السنة اللي فاتت حطينا الملف عند لون تي ان، هي الوحيدة اللي حطينا عند المظلوميات والملف، وهادو كلهم اللي ديروا كانوا تيوقعوا لي في المظلوميات بنفسهم، وكاينين المظلوميات وغايمشيو دروك يشوفوا ما بغاو، ما تيهمنيش انا. حطيناه عند السي الصبار، وكنا تنمشيو عند السي الصبار وكل شيء موثق بيلي دوك بكل شيء عند السي الصبار في الباب الروح. من جا السي جا كبير موسى لو 15 كنا دائما متبعينه، واوصلنا اليه المظلوميه بالوثائق بالثبوتيه كل شيء، داك الشيء اللي كان عند السي امزازي عاوتاني سناه، وصلناه لي يعني كوم رابيل، يعني احتياطيا اللي ولاو ما يبينوش ليه. صلي لو 25، قبل من لو 25 استقبل لون تي ان اللي ما عندهاش تمثيلي، ولكن استمع لها سي بن شاكيب بن موسى وتسلم لها الملف المطلبي، والملف ديالنا ضمن الملف المطلبي ديالها. هادو هما فقط اللي كاين، كون ما تحطش الملف في الوقت ديالو ملي كان سي بن موسى دار الفرز والتصنيف والى اخره، لان كاينين دي كاتيجوري عندك كلاسمون دي كاتيجوريك، هادو اللي ما تعرفوش، لان السلم العاشر راه الزنزانه التاسعه ما تحلت حتى 2011، تنقولوا نهضروا على هذه المسائل المسائل، لان الجداول اللي تم تجميدها هي اللي كانت السبب تدفعتهم باش جابوا اللوائح ديال 10200 في الوقت اللي كنت نقول انا 12716، ما كاينش شي قرض من هاد الكنانه اللي دروكا جايين قجاوج عايشه تيقول لك تنعرفوا شي حاجه، راه اكثر من 1300 وشي 50 ولا شوف فيديو، وهذا الشيء كل شيء يقومون بتفريغ الفيديوهات ديالي، متبعين هذاك الشيء اللي تنقول انا، وتيبداو يروجوا تما داخل واحد التنسيقيه. دابا الان كيفاش داروا درك هو شي واحدين من بعد هاد 11 ماي من تخرج وداره الاشاعه وكل شيء راه بان، والمراسيم قريبه تخرج، لي خرجوا قالوا لهم اجد لي ولاو تيهدون، تقسموا لجوج، شي مشاو عند النواب نهار 11 كانوا تيتسناو في النتائج، وطلبوا شي واحد شي نائب ما عاد قال لهم داك شي باش يقول شي سؤال الرئيس الوزير التربيه الوطنيه الساعه سكيفاو نهار 11، ونهار 11 راه هذيك النهار راه تسلمت فيه النقابات المذكرات المجسده لاجراءات الاتفاق باش يعطوا فيها مقترحات ويقومون باعداد مذكره موحده. اذا الاخبارات تتروج خصوصا في السلا وخصوصا بوصابو نار ولا بسلا كلشي راه الروين انا يدو، هادو جاو داروا يدهم في ولاو هما دايرين يديهم في ايد اللي كان يعني هو السبب في الاقصاء ديالهم، وهما راه كانوا قبل دوما الدولي اللائحه ديال 44 الى داخل الخوانه، هما اللي الان باقيين، ولكن الان ولاو متحكمين دخلوا معاهم حتى هادوك اللي غير مستكملين 154 اللي كانوا ثاني مع بوصابونا، واللي عندهم اشكال مع الصناديق التقاعد والهم بحال ولاو متابعين لهم، وبتنسيق مع هذيك النقابه هي اللي قادت لهم داك الشيء، وهي اللي عطاتهم التليفون باش يولوا يتصلوا بذاك ديال مكناس، وقالوا لهم درك ثاني عطونا التليفون هذيك لي فوتوكوبي وغادي يصيفطوهم لهذاك خينا في قنيطره، وقنيطره يصيفطوهم اللي في فاس اللي في مكناس، وباغيين قال لك يولوا هما اللي دايرين داك الشيء، هما اللي بحال هما اللي حلوا هذا الميل يركبوا عليه. ولكن الكرونولوجيا ديالهم هنايا راني دايرها لهم هنايا، بدات من مارس عندك غنسموهم غا اكس، لان واحد دارو هنا هيق، وواحد دارو مع مخرر ولا مع جديدير، وواحد كله جديدير. المهم من مارس 17 مارس دات لهم، من 17 مارس 20 مارس 22 ابريل، هادشي كلشي غادي نفرغوا اللي غادي نديروا لكم في داك الحتمه 24 ابريل دي من هذا شحال ديال من لو 17 مارس ديال اكس، لو 20 مارس ديال من الهم ديال اكس نيت ديال ايغريك ديال اكس، لو 29 ابريل هادو كل شيء محطوطين، وداك الشيء اللي تيقولوا لا في النقابات ولا في اش غادي يديروا اش نقول لك، و النقابات اللي تيعملوها هما تيقولوا فيهم
وعرفتي لها شي حوايج تيقولهم لا اله الا الله، لا اله الا الله، تنحن فيكم امسخ الطوالين، تنحن فيكم نقوم بالتفريغ ديال الصحيح، راه مصيبه كحله. وباقي حتى لهذا الوقت، حتى لهذا الوقت، حتى للمهيئه، حتى ما ندوزوش من ذاك، يعترفون ويحثون الضحايا باش يجيو يديروا وقفات، يقومون بوقفات وب ب شناهي بمبيت ليلي. ما بغيناش نقولوا شي حوايج اخرين لانهم ماشي في صالحهم، هما راه عارفين اش كاينين. وما راه عارفين اش كاينين مسخ طويلين، يعني راه باقيين حتى الماي، نقولوا حنا كاع ريكيبير يعني باختصار المفيد، حتى الماي وباقيين يؤكدون بان لا هذا الحوار ولا الوزير ولا النقيبات راه ما تخرمزو، راه ما دايرينش الملف ديالنا، ملف ما كاينش الى اخره، وغادي نتيرونو، وخاصنا نجيو نديرو وقفات، خاصنا نجي نديرو ده. يعني انهم راه ما كانوش متبعين الملف وما عارفينش اش كاين، في حين ان الملف توضع في 29 ماي 2000، في 29 نوفمبر، وكان ضمن الملفات 27، وما باقيين حتى الماي، وتيقول لك ما كاينش الملف، تيعترفوا انه الملف ما كاينش. وبقدرة قادر بعد ما خرجت لنا ديك النتائج اللي كانوا ماجيين، تيقول لك باغينا النتائج، تيجوا مباشرة بعد 21، بعد 11 ماي من تسلمت النقابات يعني المذكرات المجسدة للاتفاق، ولاو تيدعوا باش يجوا يديروا المسيرة. شوية ما داروش المسيرة، جرى عليهم هذاك السيد اللي كان تيدعو معاهم المسيرة، وراهم ما تيقولوا شكون. جاوا بغوا مشوا واحد النقابة أخرى، جرينا عليهم، أنا قلت لهم كاين وكاين، دوروهم 120، ومشاو واحد النقابة الأخرى، لأن هذيك تبحث فقط على الأصوات الانتخابية فقط اللي تهمها، انتخابات ديال 29 جوان 2022 اللي كاين ديال التعاضدي. إذا هذا الشيء طويل، فهذا الشيء كلشي هو محاولة للركوب على الملف، خصوصا بعد استلام النقابات المذكرات المجسدة للإجراءات، يعني اتفاق الحوار المرحلي 18 يناير، وبعد التسريبات بدأت الخرجات من أجل الركوب على الملف. فريق اتجه نحو الأحزاب وفريق اتجه نحو النقابات، وقاموا بتشكيل لجنات وهمية بدون جمع عام، والتبقى ما كاين حتى حاجه، ولا تيقولوا ليهم راه غير مستكملين، غيدوزو المستكمل غيدوزو، غير مستكملين ما غيدوزوش، وخرجوا ديروا ما كاينش لا قبل ولا بعد، وجو وقفوا مع اللي مستكملين واللي ما مستكملينش، اللي دي اللي عندهم اقساء، واللي عندهم لا عندهم مشكله ديال لي شيل ديس، واللي وجالسين تيرونوا في الدنيا، تيكو وتيبخو، تيكو وتيبخو. ولا تنعاودو تاني نديرو شي فيديو اخر. اذا باختصار المفيد، ساقوم بتفريغ، راه قمت بالبرويون ديالها، وساقوم بالتفريغ ديالها كامله، ولدينا دائما ما يفيد، ودائما ما يفيد كل شيء. داكشي اللي كنتو تديرو تبينكم بحال خيالكم، وجاوج عايشوره داكشي كاع اللي قلتوه قمنا بتفريغه، ولدينا المواد او الادله الدامغه ديال كل حاجه تنديروها. اما هذا الملف فنحن من صهرنا على ابرازه والدفاع عنه، والجميع يعلم ذلك، جميع يعلم ذلك، ما عندكم ما تصوروا. وقبل من لو سينك يناير 2022، قبل ما يتسنى المحضر، سلمنا الملف كذلك الى لومتي، نقابات اللي عندهم لومتي ام لومتي عند سي الصبار في الوزاره العام اللي فات في الموسينك،
بيناتين إذا فيلم وطروا 2000 لو 10 مارس 2020 وحطيناه تاني عند النقابة. عند واحد يعني كاتب وطني بالنسبة لشنف. وانتم تجاوز عيشورة طاحتوا مع من تلعبوا، طاحتوا ومع من تلعبوا. فللقيتو خليتو غا الخبور تتلعبوا عليهم، فخاصكم تلعبوا احدى ديوركم. اما الامور انتهت وانتهت. واحد راه قال لك راه تيمشي جيل، قال لك 4 سنين، هو قال لك تيناضل 4 سنين، والملف ما بدا حتى 2000، اللوائح ما خرجوا حتى 2019 لو 14 10 2019، هو قال لك 4 سنين، يعني راه 2018 بدا داكشي، هو تيناضل قال لي من 2018. التنسيقية راه ما دارت تل نوفمبر 2019 اللي دارت أول واحدة كاع. يلا تبارك الله عليكم، طول هادشي 30 دقيقة. يلا نشوفكم بخير، اسمحوا لينا.